الحمد لله حقق فريقنا نادي الكويت صلاه فريق الاول بطوله كاس السوبر لاول مره نحققها. وصلنا نهائيات نهائيين وخسرنا، هذه تسجل باسمنا كاول بطوله. كذلك انفرادنا بزعامة صالات 24 بطولة عن أقرب منافسينا قاطية 22 بطولة، الحمد لله بفضل الله. طبعا المباراة يمكن كان ضغط عالي من فريقنا، القاطية يعتمد على المرتدة يلعب على إمكاناته، بس الحمد لله حسمناها وحققنا الكاس، ومس ما وعدونا ربعنا اللاعبين أن الكاس ما يطلع من كيفان، والحمد لله. مبروك للفريق، مبروك لنادي الكويت، مبروك لجماهير الكويت، مبروك للنادي بشكل عام، وعلى راسهم راس النادي وعلى راسهم راس اللعبه، مشكورين ما قصرتوا، وان شاء الله ان بيضناها، ان شاء الله ردينا شيء بسيط للنادي قدم لنا، فاقول يعطيكم العافيه وان شاء الله القادم افضل. الحمد لله حققنا كاس السوبر بعد عناء 3 سنين، والحمد لله بعد مجهود الاداره ومجهود المدربين واخواني اللاعبين حققنا البطوله، يعطيكم العافيه. احب اشكر للامانه الجماهير اللي حضرت، ومبروك الف الف مبروك للجهاز الفني والاداري على كاس السوبر لاول مره ناخذه. الحمد لله رب لك الحمد، كل الشكر لكم ويعطيكم الف عافيه. الحمد لله كاس السوبر بدايه الموسم، هذه حصيله ان شاء الله من الحصيله اللي جايه ان شاء الله من دوري من الكاس ان شاء الله حققهم، والاهداف فوز هذا ان شاء الله، والكاس حق جمهور الكويتاوي.